قال هذا السائل: أنا كثيرا ما أغضب أمي وأبكيها. يا ويلك من ربك، يا ويلك، والله ما تربح حتى ولو حضرت 60,000 درس، والله ما تربح. يا من تبكي أمك وتغضبها، تب إلى الله، تب إلى الله، واعلم أن ما تقوم به شيء شنيع يغضب رب العالمين من فوق 7 سماوات. اتق الله يا من تعصي الأم، اتق الله يا من تجادل الأم. كثير منا نسأل الله أن يتوب عنا. إذا طلبت منه أمه شيئا بإلحاح يجادلها ويلاحيها ويرفع صوته، وربما راجعها في أمور تخصها، كأن يراجعها في مال تبذله في سبيل الله، فيصرخ في وجهها: لم تبقي لنا شيئا، لم تعطينا شيئا. فيا ويلك يا من تغضب أمك، ويا ويلك يا من تبكيها، فإن الله تعالى سيستقبلك بعذاب عظيم، وإنك في دنياك سيبكيك أولادك، والله سيبكونك، سيعصونك، سيردون عليك كلامك. حرص على أن تطيع أمك، تجتهد في إرضائها وإدخال السرور عليها، بل ينبغي أن نجتهد في أن نضحك أمهاتنا إذا وجدناهن كئيبات حزينات، نجتهد اجتهادا عظيما في إدخال السرور على قلوبهن. إذا رأيت أمك تحب منك أن تكرم بناتها فأكرم بناتها لأجل أمك، لا ليس لأجل بناتها. كثيرا من الأمهات يحبون بناتهن، خاصة إذا كانت البنت تزوجت، ولما تجي البيت أمها الأم تحب تعطيها. فإذا علمت أن أمك تصر بإهدائك لأختك فأهدي لأختك إذا جاءت عندك عند أمك، وأدخل على أمك السرور. لا تظنن أن الله تعالى سينقص من مالك، بل والله الذي لا إله إلا هو سيبارك الله في مالك، ويبارك في عمرك، ويبارك في أولادك. إذا اشتهت أمك شيئا وأنت تأكله فأنت عاق. أسفوا يا إخواني، بعض الناس يحكيوا لنا، ما أدري مازال ما شفناش، لكن سأل الله لا يرينا هذا. بعض الناس ساكن مع أمه، يدخل الشكارة اللي فيها الحاجة المليحة يدخلها تحت جناحه، ولو ما يديروهاش في الشكاير ذوك، ولو يديروها في بايض باش ما تقربعش، باش ما تخربش، يدخلوها حتى لا تراها الأم كي لا تطعم معه ومع زوجته. أنت تجلب الفقر إليك وتجلب الذل إليك. إن الله يسلط عليك هذه المرأة التي تفضلها على أمك. الله تعالى لا يرضى الظلم. نحن لا نقول ينبغي أن تقف مع أمك في ظلم زوجتك، بل أري أمك أنك معها، وأري زوجتك أنك لا يمكن أن تعصي أمك. إن هي إلا سنوات، إما أن نموت وإما أن يموت آباؤنا، والعاقبة عند الله تبارك وتعالى. لا تستكثروا شيئا على أمهاتكم وآبائكم يا إخواني. ديروا النية، خليوا النية تعزمان. يعجبوني بعض إخواننا في منطقة من مناطق الجزائر، وأخص بالذكر منطقة الغرب، عندهم تعظيم للأم يعني غير مسبوق. تدرون أن بعض الأمهات إذا مات، أو بعض الزوجات إذا مات الزوج وترك تركة، لا يجرؤ الأولاد على أن يطلبوا من أمهم توزيعها، خشية أن تغضب الأم وتدعو عليهم بالشر. قد حدثني بهذا عدد من الناس، قالوا: كيف نتصرف؟
أمنا معها تركة أبينا، وهي تتصرف بها كيفما شاءت، تعطي البنات ولا تعطينا. فقلت راجعوها. قال لا، لا نستطيع، نخشى أن تدعو علينا بالشر. هذا أقول والله من البر يا إخوان، هذا من البر، أن يصبر المسلم على حطام الدنيا لأجل أن لا تغضب أمه، فهذا من البر العظيم. استوصوا بأمهاتكم خيرا، استوصوا بأمهاتكم خيرا، واستوصوا بنسائكم خيرا، فخيركم خيركم لأهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأنا خيركم لأهلي. لعلي أعتذر لبعض إخواننا في شدتهم مع زوجاتهم ربما لكثرة الهموم، لكن أقول لا ينبغي أن تنسيكم الهموم، أن الظلم عظيم عند الله تبارك وتعالى، وأن المرأة لا تساق بالضرب والإهانة والشتم، وإنما تساق بالكلمة الحسنة والموعظة الطيبة. أحسنوا إلى زوجاتكم، وأحسنوا وأكدوا الإحسان لأمهاتكم خاصة. لا ينبغي أن يكون المسلم وطالب العلم ظالما غشوما، ينبغي أن يكون طالب العلم رحيما رفيقا بمن يليه، سواء كانت زوجة أو كانت بنتا أو كانت أما. إخواني راني نقول هذا الكلام لأنه القلب راه معمر من حكايات كثيرة جدا، حكايات كثيرة. بعض إخواننا المتدينين لنحسبهم على الاستقامة، ولا أظن أن أفعالهم هذه تجعلهم من أهل الاستقامة، يضرب زوجته كما يضرب الرجل حماره إذا حرن. قد حدثوني عن بعضهم أنه ضرب زوجته وكثيرا ما يضربها ضربا مبرحا، وفي يوم تصدت ابنته الكبرى وهي تناهز الـ20، تصدت ووقفت بينه وبين أمها وقالت كفى يا أبي، كفى ضربا لأمنا، فإننا والله صرنا لا نطيق هذا. فإذا به يرفع يده ويلطمها لطمة عظيمة، أرداها مغماة عليها، ظن أهل البيت أنها ماتت. أقول يا أخواني أي فظاظة هذه، أي جفاء هذا، وأي قسوة هذه. إن من يفعل بأهله هذا حري بأن يفعل به أشنع، سواء في الدنيا بأن يسلط الله عز وجل عليه من يظلمه ظلما أشنع من ظلمه، ويوم القيامة يلتقي الناس. أسأل الله أن يعافيكم جميعا وأن يعافيني معكم من ظلم الأزواج وظلم الأمهات، ونسأل الله عز وجل أن يهدي أخانا هذا الذي قال أنا كثيرا ما أغضب أمي وأبكيها وأنا مداوم على حلق العلم، فهل آثم بذلك؟ والله لا تنفعك حلق العلم ولا ينفعك شيء، فإنك إن أغضبت أمك فإنك قد أغضبت ربك جل وعلا، فاحذر من غضب الله تبارك وتعالى، فإن الله تعالى يمهل ولا يهمل. لا تظنن أن الله تعالى نسيك، الله تعالى يمهلك، يعطيك الوقت، وإذا قضى أمره أخذك أخذ عزيز مقتدر. نسأل الله الهداية والتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزا الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياه